أقول لحضرتك أمر سيدي، كل من هو أفندي يطلع وقال لك هو قانون انتخاب، لا شنو ديمقراطية خما قانون، أقول له لا، لو قانون انتخاب هو أساس الديمقراطية، قانون انتخاب لأن يجون الزينين صالحين يشرعون قوانين صالحة، تمام لو لحضرتك، يقومون بأعمال صالحة، يراقبون صالح. لا، الديمقراطية كل من يقول تتعدى قانون الانتخابات ما يعرفش من الديمقراطية. طيب، هذا الأساس. قانوننا الانتخاب احنا من بداية هذا إلى الآن قانون حضرتك أعمى، يعني قانون يقبل واحد بالألفين يدخل أو بالألف يدخل أو بأربعمية وخمسين كما حصلت لامرأة في الدورة الانتخابية الثالثة، أو التسعة آلاف ثمانية آلاف ينتظر هاي الدورة الآن بيها 900 صوت. أنا أعرف وحدة سعدت 900 صوت، هسه تقول لهم أنا جايبة 19 ألف.